هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. عالم الأبطال الخارقين يا جماعة، لطالما انقسم المعجبين أو الناس تجاهه بشكل عام إلى عدة أقسام. ناس مرة تحب الأبطال الخارقين ومستعدين يتابعوا أي عمل فيها أبطال خارقين، سواء ممتاز ولا سيء ما يهمه. وناس ثانيين ما بنقول عنهم إنهم مرة يحبوا السوبر هيرو، لا يعني عادي مستعدين يتابعوا أي فيلم يجي في طريقهم حتى لو كان سوبر هيرو، طالما إنه جودته وتقييماته عالية. والنوع الثالث هذول اللي ما أدري إيش مشكلته مع السوبر هيرو، مستحيل يتابعوا اي عمل سوبر هيرو، وممكن ايش تكون اسبابهم مختلف او لانه كذا ما هي داخله مزاجهم بشكل عام. في فيديو اليوم راح اشارك معاكم مجموعه اسماء ممثلين ومخرجين مشاهير جدا في عالم هوليوود صرحوا رسميا عن عدم حبهم لافلام السوبر هيرو، عالم السوبر هيرو على الاطلاق. راح نتكلم عنهم وعن ايش هي مبرراتهم. وقبل ما نبدا حبايبي، احب اذكركم بمتجر ايدو، وبحكم ان اليوم الوطني قرب راح تلقوا عندهم منتجات مره جميله لليوم الوطني، سواء تيشيرتات او كمامات او كفرات لجوالاتكم. وقبل ما تطلبوا من عندهم استخدموا كود الخصم تبعي وجيه، وراح ينزل لكم خصم مره ممتاز. وعلمكم ترى الطلب كثير على منتجات اليوم الوطني، يعني الحق ما تلحق. اول واحد عندنا وهو المخرج أليخاندرو غونزاليز، المخرج الوحيد اللي خلى ليوناردو دي كابريو يحصل على الاوسكار الاولى والوحيده له الى يومنا هذا. صاحب الرؤيه المميزه في اخراج المشاهد الون شوت، وعلى الرغم من انه اخرج فيلم بيردمان واللي هو يتكلم عن شخص كان يؤدي شخصيه سوبر هيرو في الماضي، الا انه صرح وقال تصريح خربط اوراق المعجبين الى حد كبير. يقول أليخاندرو انه افلام السوبر هيرو ما هي شيء يحبه، ويشوف انه ما لها اي قيمه في عالم القصص. وصرح وقال انا شخصيا لو طلبوا مني اخرج فيلم سوبر هيرو او لو حاولت اخرج فيلم سوبر هيرو ما اتوقع ان راح اطلع بنتائج حلوه، لانها ما تتوافق مع رؤيته فيما معناه. ويقول برضو انه افلام السوبر هيرو مناسبه للاطفال اكثر شيء، وتصلح كمضيعه وقت للكبار. إذا ما عندك شيء تسويه روح تابع أفلام سوبر هيرو. والله هو اللي يقول كذا مش أنا يا جماعة. وفي النهاية إيش وجهة نظر ونحترمها من مخرج كبير أوسكاري، ما نقدر نقول له ولا شيء، إحنا بس قاعدين إيش ناخذ ونعطي في الكلام اللي قاعدين يقولون الناس ذولي. بعد كذا عندنا جيسون ستيثم، ياب عزيزي الوجيه جيسون ستيثم ما غيره، صاحب أفلام الأكشن والإثارة والتشويق والقفز والمضاربات والكوميديا أحيانا. تخيلوا تماما إنه يرفض إنه يقدم دور أي شخصية بطل خارق مهما صار، مستحيل يقدم شخصية بطل خارق، هو كذا قال بلسانه، على أساس إنه شخصيته في فيلم كرانك ما هي بطل خارق، ما أدري إيش كان هذاك طاح من إيش هذا. يقول جيسون ستيثم إنه أفلام الأبطال الخارقين ما فيها أي مجهود على الإطلاق، وإنها مجرد 200 مليون وشوية خلفيات كروما خضراء، وسمع الله لمن حمده. يقصد إنه إيش أفلام بخشم الريال، كذا أفلام بفلوس بميزانيات ضخمة خليك تسوي CGI ومؤثرات بصرية، ما في مشاهد حقيقية، ما في ناس تتضارب مضاربات حقيقية ومشاهد فنون قتالية حقيقية. أنا ما أدري مين قال له ذا الكلام، بس أوكي هم بيستخدموا شاشات خضراء كثيرة بس مش للدرجة دي، ترى في مشاهد قتالية تصير. هو وايش الادمي على الستايل القديم. يقول اقدر اجيب جدتي والبسها عبايه او وشاح سوبرمان او ايا كان البطل الخارق واحطها في خلفيه خضراء وراح اصنع منها بطل خارق ب 200 مليون بسيطه. خلاصه الكلام اللي يقصده جيسون ستيثم انه الافلام اللي مليانه مؤثرات بصريه وخلفيات خضراء ما هي افلام حقيقيه ولا لها اي قيمه في نظره. برضه هو اللي قال الكلام ده، انا ماليش دعوه يا جماعه، ما احب افلام السوبر هيرو. انا اعشقها، انا اقدسها. بعد كذا عندنا المخرج ديفيد كروننبرغ، يمكن بعضكم ما يعرفه ويمكن انا كمان ما اعرفه، يمكن شفت له افلام او بس والله ماني داري مين هو، ولكن ايش قال كلام كذا ايش شويه قاسي على السوبر هيرو. مره قال عن باتمان انه مجرد شخص غبي يركض وهو لابس عبايه سوداء في الليل. وصفه خلى المشهد يضحك كذا في بالي. وان الابطال الخارقين اصلا مقتبسين من كوميك بوك او قصص مصوره، واللي هي اصلا مصنوعه علشان الاطفال. والله شوفوا انا ما ادري ايش مشكلته صراحه مع الكوميك بوك او القصص المصوره، انا ما اقرا قصص مصوره، بس اللي اعرفه انها تنباع اذا كان عندك نسخه قديمه معتقه كذا من كوميك بوك قديم، توصل اسعارها الى 10,000 دولار في اي باي. ما ادري مين مزعله ذا، كيف للاطفال يبغى انت صاحي. وصرح وقال انه مره يحب كريستوفر نولان، وان فيلمه المفضل لكريستوفر نولان هو مومنتو، ولكن فيلم باتمان قال ناه. كل الاشخاص اللي يقولون انه فيلم دارك نايت هو فيلم ليس فقط سوبر هيرو ما عندهم سالفه، والله هو اللي قال كذا، والله مش انا، انت ايش بك تطالع فيني كذا يا اخي. بعد كذا عزيزي الوجيه عندنا تيم بورتن، يا عزيزي الوجيه مخرج معظم افلامه كلها خيال وفانتازيا واشياء غريبه ولطيفه وجميله، وكمان اخرج فيلم باتمان
سنة 1989 وكان على وشك انه يخرج فيلم سوبرمان واحد من النسخ القديمة، ولكن ايش ما حصل نصيب. شوفوا هو ما عنده مشكلة للأمانة مع افلام السوبر هيرو، بس عنده مشكلة مع الفكرة العامة للسوبر هيرو. يقول يا اخي ليش كل السوبر هيرو كذا ماضيهم تعيس وسوداوي؟ ليش ما نشوف كذا سوبر هيرو سعيد، انسان سعيد يخرج كذا الصباح وهو مستانس يروح ينقذ العالم وعلى فمه ابتسامة؟ ليش كلهم تعساء وماضيهم تعيس؟ هو مشكلته مع ذي النقطة بس، ما عنده مشكلة مع افلام السوبر هيرو، بس حبيت اضيفه في القائمة. بعد كذا عندنا الممثلة جودي فوستر، واللي هي ممثلة كبيرة ولها تاريخ كبير في هوليوود. صرحت وقالت كذا يعني بصريحة العبارة، قالت انا حزينة جدا انه الناس صارت تروح السينما لاجل المتعة والترفيه فقط. تقول يا عمي السينما فن والفن رسالة، وين الرسالة اللي جالسة توصلها لنا افلام السوبر هيرو؟ وين وين صار الواحد يروح السينما كأنه رايح ملاهي؟ ايش المسخرة ذي؟ فيلم قيمته 200 مليون دولار والهدف منه ايش؟ اروح استانس بس انبسط؟ ما فيش حكمة؟ ما فيش فايدة؟ ما فيش رسالة بالغلط؟ ايه الله يرحم السينما زمان يوم كانت اسود وابيض، يوم كانت اعطتنا وضعية الشايب، فاهمين؟ الله يرحم السينما زمان يوم كانت الافلام فيها قيمة ورسالة. ترى ما زالت الافلام فيها قيمة ورسالة، ايش بك يا جدة؟ روقي. واضح انها مرة زعلانة. بعد كذا عندنا الممثل والمخرج الكبير والاسترالي ميل جيبسون. يا عزيزي الوجيه ميل جيبسون يكره افلام السوبر هيرو، يكرهها مرة، يكرهها مرة، يكرهها. بل انه وصلوا عرض من مارفل انه يقدم شخصية اودين ابو ثور، يقول حرفيا كذا جلست احك راسي قدامهم انصدمت، ما توقعت اصلا انه انا ميل جيبسون انا امثل ورايا شاشة خضراء وسوبر هيرو؟ لا، يقول انه عنده مشكلة انه يمثل في افلام كلها شاشات خضراء او خلفيات خضراء، بمعنى انه ما في شيء حقيقي، ما في موقع تصوير حقيقي. يقول بعدين ايش ام الفيلم هذا اللي قيمته 100 مليون دولار؟ ليش فيلم قيمته 100 مليون دولار وكله شاشات خضراء؟ لما شركة الانتاج تدفع مبلغ ضخم زي كذا، انا اتوقع ان اشوف فيلم فيه له قيمة، فيه له رسالة، فيه له حاجة كذا تضيف لي شيء انا كانسان، مو مجرد ترفيه. وضرب مثال وقال يعني زي فيلم باتمان ضد سوبرمان، خسرانين عليه 180 مليون، وايش طلع من وراه؟ ما طلع منه الا بيس اوف بس. هو اللي قال كذا، والله العظيم هو اللي، اقسم بالله هو اللي قال كذا مش انا. بعد كذا عندنا مارتن سكورسيزي، مخرج كبير وعنده اعمال تشهد له في هوليوود ومعظمها موجوده في قائمه افضل 100 فيلم. عاد هذا اكثر واحد خبز افلام السوبر هيرو، يعني كل الناس اللي قلناهم فوق يقولون انه افلام، يعني يسموها افلام ما عندهم مشكله، يقول لك افلام السوبر هيرو، اعمال السوبر هيرو، السينما والسوبر هيرو عادي. مارتن سكورسيزي قال لك لا، هذه مش افلام، هذه ما هي سينما اصلا، مجرد تهريج وسبهلله وتشويه لصوره وعراقه السينما والشاشه الكبيره. الله يعز السينما والمسرح يوم كانت تنبض بالحياه، والحين صارت مجرد شويه مهرجين قاعدين يطيروا ويقفزوا ويتشقلبوا. الناس نزلت عليه يا ولد ومرخوه وخبزوه بعد هذا التصريح، ما سكتوا له. ولكن الصدمه انه طلع بعدها المخرج فرانسيس كوبولا اللي هو مخرج ثنائيه جاد فادر الجزء الاول والجزء الثاني، طلع وقال نعم انا اتفق مع مارتن سكورسيزي، افلام السوبر هيرو ما هي افلام ولا هي سينما، لاني لما اقول لك سينما معناته اتوقع اني اشوف شيء يغيرني، شيء يعلمني، يحفزني، يلهمني، هالشيء ما هو موجود ابدا في افلام السوبر هيرو. ويشوف انه لما مارتن سكورسيزي وصفها بانها ليست سينما، يقول ترى ما غلط يا جماعة، ترى لما قال لكم انها ما هي سينما فعلا ما هي سينما، ليش الناس زعلانين منه اصلا؟ برضو ديفيد فينشر صرح وقال انه افلام السوبر هيرو كلها افكارها متكررة ومبتدلة ونفس الفكرة، بطل خارق يحاول ينقذ العالم من الدمار، بلا بلا بلا، اللهم تختلف التفاصيل من فيلم الى فيلم. المخرج ريدلي سكوت برضو يقول انه جاته فرصة انه يخرج اكثر من فيلم سوبر هيرو ولكنه رفضها على الاطلاق لانه يشوف انها اصلا ماخذة اكبر من حجمها. كيليان مورفي بالرغم من انه شارك بدور الفزاعة في فيلم باتمان 2005 الا انه صرح وقال انه ما يحب افلام الابطال الخارقين على الاطلاق. اوكي، فيلم كريستوفر نولان قدمه بطريقه مختلفه شويه، كان في حبكه، كان في قصه، كان في حوار، كان في فكره، كان في رساله، لكن افلام السوبر هيرو بشكل عام ما هي جوه. بل انه قال انه ابنائه دائما يتابعون اعمال مارفل اول باول، ودائما يقولوا له تعال تابع معنا يا بابا الافلام، اقول لهم لا مع السلامه، مرة ما تهموا أفلام السوبر هيرو. شوفوا يا جماعة، أنا ممكن أتفق مع بعضهم في بعض النقاط وممكن أختلف معاهم في نقاط كثيرة. أول حاجة لازم نفتكر أو لازم نعرف إنه السينما زمان لما بدأت بمشاهد صامتة، كانت السينما صامتة ما في ولا كلمة، تتابع مشاهد صامتة طول الفيلم بالأسود والأبيض وفريمات مكسرة يلا يلا. لما بدأت تطلع بعدها الأفلام اللي فيها حوارات وأصوات بشر يتكلموا، جو معارضين قال لك يا أبويا إيش اللي فيه ناس تتكلم جوة الفيلم؟ أين القيمة؟ أين الرسالة؟ صرنا نتكلم في الأفلام
ايش الفوضى هذه. بعد فتره تعودوا على الافلام اللي فيها حوارات صوتيه وسكتوا وانطموا ومشت الامور. بعدها كانت الافلام اسود وابيض، اوكي مشت الامور وصارت السينما صوتيه ما فيها مشكله بس انها اسود وابيض. طلعت الافلام الملونه، خرجوا القدماء وقال لك ايش هذا، ايش الفوضى هذه، افلام ملونه كيف كذا، احنا متعودين على الاسود والابيض والفخامه واننا نركز على قيمه الفيلم اكثر من الالوان، الحين صارت الدنيا ملونه. ومرت الايام وصارت السينما الملونه والامور زي الفل والناس مبسوطين فيها. فطبيعي جدا بحكم انه افلام السوبر هيرو بدات تغزو العالم بالذات في اخر كم من 2008 2005 خلينا نقول من 2005 الى يومنا هذا، يعني تقريبا حوالي 10-15 سنه من ذيك الايام الى يومنا هذا. فطبيعي جدا ان نشوف ناس تكره افلام السوبر هيرو بحكم انها بدات تظهر في اخر 15 سنه تقريبا وبدا التركيز يصير عليها كثير. طبيعي طبيعي جدا زيهم زي اللي قبلهم، من يوم يظهر شيء جديد لازم يطلعوا له ناس يقاوموه، يقاومون التغيير، يقاوموا الاشياء اللي تبدا تسيطر. انا ما اقول لكم انه خلاص لازم السوبر هيرو يسيطر على كل السينما، بس انه في ناس عندهم مشكله مع السي جي اي، في ناس عندهم مشكله مع الشاشات الخضراء او الخلفيات الخضراء، في ناس عندهم مشكله مع المؤثرات البصريه. يا اخي تكنولوجيا استخدمها، ايش المشكله انك توظف وتستخدم التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة وتخدم عملك. زمان كانوا يصوروا بالأفلام اللي فيها شريط اللي 35، بعدين لما طلعت الكاميرات الرقمية قال لك لا يا أبويا إيش اللي كاميرات رقمية وين كذا. كل ما يطلع شيء جديد في التكنولوجيا أو في طريقة التصوير أو في طريقة الإخراج يرفضونه، وبعد فترة يوافقوا عليه ويتعودوا عليه وينسوا الموضوع. فأتوقع أفلام السوبر هيرو تمر بمرحلة مشابهة لكل المراحل القديمة في عالم السينما، ولكن هذه قد تكون الأغرب لأنه فيها خيال وأشياء كثيرة. وبالنسبة لي أفلام السوبر هيرو أشوف أنه بقدر ما أستمتع فيها أنا بقدر ما أنه فيها فعلا رسالة تعلمت فيها عن التضحية، عن الاحترام، عن الحب، عن العائلة، عن الصداقة، عن العدالة، عن الوفاء، عن الإخلاص، عن الأمل، فضلا عن أنها تشبع الجانب الخيالي. ترى أنا إنسان مرة أحب الخيال، مرة أستمتع في الخيال، فأفلام السوبر هيرو تغطي وتملأ هذا الجانب فيني. فكيف يقولون أنها مجرد أفلام تهريج وما منها فائدة وما لها أي قيمة؟ كل واحد له وجهة نظر يا جماعة في النهاية. ولو بوصيهم على فيلم، أي شخص عنده مشكلة مع أفلام السوبر هيرو ويشوف أنها ما لها قيمة، أحب أوصيك تتابع فيلم دكتور سترينج. دكتور سترينج الأول تابع وقول لي إيش رأيك. أقسم بالله واحد من أجمل أفلام السوبر هيرو واللي كان فيه رسالة جدا جدا جميلة وثمينة. أنت إيش رأيك عزيزي الوجيه؟ هل تحب أفلام السوبر هيرو ولا لا؟ ولماذا؟ وهل تتفق مع أحد الأسماء اللي فوق ولا تشوف إن كلهم يعني قاعدين يمثلوا أنفسهم وكلامهم يعني تأخذوا على إنه وجهة نظر خاصة فيهم؟ إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول. وأحب أذكركم كمان يا جماعة إني افتتحت قناتي الخاصة بالألعاب من فترة، فإذا أنتم حابين تتابعوا ألعاب وميمز ورياكشنات وحاجات ثانية غير عالم الأفلام والمسلسلات راح أترك لكم رابطها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.